بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة رقم 5 وهي تخص جلايكوجين ميتابوليزم. طبعا هي المحاضرات شكلها قليل، لكن هي كل محاضرة actually بتساوي 3-4 محاضرات من اللي خدناهم في موديول 102. يعني دي المحاضرة قبل الأخيرة. الأخيرة هي regulation of glucose metabolism، الكلام ده ما يخص الكربوهيدرات ميتابوليزم. يعني بكرة إن شاء الله هبعت regulation of blood glucose، ده كده يخلص الكربوهيدرات ميتابوليزم. الكيمستري انا مش هعمل له ريفيجن، احنا قلنا هنركز على الفانكشنز. الحاجات اللي بقول نركز عليها دي هنجيب حوالي من 75-80% من الامتحان، انما اللي عنده وقت هيقرا كل حاجه. ان جنرال الامتحان مش هيخرج بره الهاند اوت، يعني الامتحان جاي من الهاند اوت، ولكن في مواضيع ما فيهاش هاند اوت. يعني الموديولز الصغيرة، موديول 105 و106 ملوش هاند اوت، موضوع الديابيتس ملوش هاند اوت. يبقى المواضيع اللي ملهاش هاند اوت هنذاكرها من الكتاب. اللي عاوز طبعا انا هنا بركز على الحاجات المهمة الاساسية في الريفيجن، انما اللي عاوز المحاضرة الاصلية يرجع للبلاي ليست بتاع محاضرات 102، او يرجع للبلاك بورد في محاضرات مسجلة بس بصوت ناس تانية غيري، يعني أعضاء هيئة تدريس آخرين. يعني بصفة عامة أنت عندك فرصة تسمع ريفيجن من كذا مصدر. طبعا أنا حط اللينك هو بتاع البلاي ليست بتاع الكراش كورس أو الريفيجن بتاع موديول 102. طيب أنا في الجلايكوجين عاوز أعرف إيه؟ نمرة 1 لستبس ما تهمنيش، يهمني فيها أسماء الإنزيمز، name of the enzymes. خلاص الريجوليشن تهمني جدا، الريجوليشن اوف اني ميتابوليك باث واي، بتحكم في سرعه الميتابوليك باث واي ازاي، الفانكشن بتاع الباث واي. الباث واي ده بيحصل ليه جوه جسم الانسان؟ بيجي في الامتحان السؤال بصيغتين، صيغه فانكشن اوف ذا باث واي او امبورتنس اوف ذا باث واي، اهميه الباث واي. لو في امراض ولو في كيس سيناريو، انت عندك هنا كيس سيناريو موجودة في الهاند اوت، يبقى هنراجع اللي هي البروبلم سولفينج او الكيس سيناريو. طبعا انا اللي يهمني ان جلايكوجين سبلاي بلاد جلوكوز during fasting less than 18 hours، يعني لو احنا صايمين الصيام بتاع رمضان اقل من 18 ساعة، البلاد جلوكوز بيجي من تكسير الجلايكوجين، والجلايكوجين بيتخزن في الليفر and muscles. The liver supply blood glucose. The muscle does not supply blood glucose. يبقى العضلات ما بتديش جلوكوز للدم. ولازم نعرف السبب. ده بيجي سؤال في الMCQ. بالمناسبة أنا بختار بعض أسئلة الMCQ من الكتاب بتاعي، إنما اللي عايز يحل كله يحل الأسئلة اللي في كتاب الأسئلة اللي أنا منزلها في المكتبة. اللي عايز يحل كل الأسئلة، كل أنواع الأسئلة، إنما أنا هنا مركزة برضو على الحاجات المهمة اللي هي هتجيب لك من 75-80% تضمن يعني درجة كويسة في الامتحان وتنجح. طيب الجلوكونيوجينيسيس، لو الواحد صايم أكتر من 18 ساعة، وده ما هوش صيام رمضان، رمضان أقصى فترة بنصومها 17 ساعة، لأن أكتر من 18 ساعة دخلت في حاجة اسمها فاستنج، مجاعة. طبعا الصيام ما هوش مجاعة. الجلوكونيوجينيسيس ده انا بكسر البودي بروتين، ودي عملية خطيرة جدا، دي ستريس على الجسم. طب هل الجلوكونيوجينيسيس بتبدأ بعد 18 ساعة؟ لا، انا قلتها بتبتدي بعد 3-4 ساعات، ولكن بتبقى بريد ضعيف جدا، بتوصل للفول كاباسيتي بعد 18 ساعة. يبقى انا لازم اعرف الفانكشن اوف اني ميتابوليك باث واي. هعدي طبعا على الستبس، اللي عاوز يقراها يقراها. يهمني في الستبس النيم اوف ذا انزيمز، جلايكوجين سينسيز، وده الكي انزيم. التاني اسمه برانشينج انزيم، ومن غيره برضو ما يحصلش جلايكوجينيسيس، ما يحصلش تصنيع للجلايكوجين. والجلايكوجين هو مخزون الكربوهيدرات، كربوهيدرات ستورز ان اور بودي، بيتخزن في الليفر والماسل. ذا ليفر سبلاي بلاد جلوكوز، the muscle supply itself، العضلات بتدي نفسها فقط، ما بتديش حد تاني، ما بتديش الدم. يبقى احنا لازم نعرف هنا اسماء الانزيمز.
طيب الستبس هي موجودة طبعا في المحاضرة، اللي عايز يشوفها يشوفها، انما اللي يهمني الريجوليشن. الريجوليشن دايما للكي انزايم، لازم اعرف الكي انزايم، والانزايم التاني لازم اعرفه برضو اللي هو البرانشنج انزايم. يبقى اسماء الانزايمز بعرفها. امتى بيحصل تصنيع للجلايكوجين؟ انا بشبهها بعملية انا بحوش فلوس في البنك. الجلايكوجين ده بخزن excess carbohydrates in our body، يبقى مش ممكن هخزن غير بعد الأكل. يبقى عندي فائض عن حاجة الجسم، الفائض بخزنه في شكل جلايكوجين، واللي أكتر من كده بيتخزن في شكل triglycerides أو triacylglycerol. طب ليه بخزن في شكل triacylglycerol؟ لأن مخازن الجلايكوجين ليها limited capacity، يعني طاقة محدودة في التخزين. أما الدهون ليس لها طاقة محدودة في التخزين، لأنها الأديبوس تيشو in the subcutaneous tissue، يعني تحت الجلد، تخزن زي ما أنت عاوز. والواحد ممكن يزيد وزنه 80 كيلو 90 كيلو 150 كيلو، يعني مفيش تحديد للترايأسيلجليسرولز. بصفة عامة excess carbohydrates بتتخزن في صورة جلايكوجين، واللي فائض عن طاقة المخازن بيتخزن في صورة دهون ثلاثية اللي هي الدهون العنيدة triacylglycerol. طيب تصنيع الجلايكوجين أول حاجة عرفناه بيحصل بعد الأكل، يبقى بيحصل في وجود الإنسولين. يبقى أنا هستنتج إن جلايكوجين سينسيز is activated by insulin and induced by insulin. Activated يعني بزود سرعة الإنزيم، الريت of enzymatic reaction. Induced بزود تصنيع الإنزيم، بصنعه من الجين transcription وtranslation. تمام؟ طيب أنا حسيت حكاية اللي هي إن أنا بخزن، لو أنا عندي فلوس معايا فائضة عن احتياجاتي بخزنها في البنك، هو ده المفهوم. عندي excess carbohydrates mainly glucose طبعا بيتخزن في صورة glycogen أو triglycerides. طب الإنزيم ده بتحكم بالوستيريك ميكانيزمز وكوفالنت موديفيكيشن. طبعا هنراجع يعني ايه الوستيريك ميكانيزم من الكورس بتاع الانزيم او الشابتر بتاع الانزيم. كوفالنت موديفيكيشن هقولهم في الدياجرام الجاي. طبعا الدياجرام بيفهم جامد جدا، يعني الدياجرام ممكن في الامتحان ما اقولكش ارسم لي الدياجرام، بس من غيره مش هتفهم الريجوليشن. انا ببدا باول حاجه بقول الأدينايل سايكليز إنزيم. سايكليز جاء من سايكل يعني حلقة، هذا الإنزيم بيصنع حلقة من الأدينين. الأدينوسين ترايفوسفيت بيتحول إلى مركب حلقي اسمه سايكليك أدينوسين مونوفوسفيت. مهم أوي الإنزيم ده الأدينايل سايكليز. السايكليك AMP أنا كتب عليها شفرة المجاعة، كود أوف فاستينج. يعني ايه؟ يعني الانسان لو ما تعرضش لصيام 15 ساعة او مجاعة اكتر من 18 ساعة ما فيش سايكليك AMP جوه الخلية خالص، ما بيتصنعش. طول ما انت بتاكل طول النهار ما عندكش سايكليك AMP. اول ما الانسان يبتدي صيام يعدي 6 ساعات 8 ساعات يبتدي الادينايل سايكليز يتنشط ويصنع سايكليك AMP. مين اللي بينشط الأدينايل سايكليز؟ كاتب لك الجلوكاجون والإبينفرين. طب هو في غيرهم؟ هم 10 هرمونز أنتي إنسولين هرمون، بس أنا مركزة على الحاجات الرئيسية. الجلوكاجون بيشتغل على الليفر مينلي، وده الهرمون الوحيد اللي بيشتغل على الليفر عشان الريسبتورز بتاعته موجودة في الليفر. الإبينفرين أو الكاتيكولامينز بصفة عامة، بس إحنا بنركز على الإبينفرين. كاتيكولامين تشمل أدرينالين، نور أدرينالين، دوبامين وحاجات تانية. دول بيشتغلوا مينلي على الماسلز. طب مين الأورجان بتاع الميتابوليزم الرئيسي؟ هو الليفر. يبقى جلوكاجون هو المايسترو. بيعمل ايه جلوكاجون؟ بينشط الأدينايل سايكليز. هل أنا عندي جلوكاجون في الدم؟ لا، في الوضع الطبيعي مفيش جلوكاجون طالما بتاكل عادي. تبتدي تصوم بعد 6 ساعات يبتدي يعلى جلوكاجون في الدم، 8 ساعات يعلى أكتر، 10-12 مستوى يبقى عالي 100 ضعف. ينشط الأدينايل سايكليز،
يصنع المركب الحلقي اللي هو شفرة المجاعة cyclic AMP. طيب لو أنا مضرب عن الطعام يومين ثلاثة وبدأت آكل، بعد ما تاكل هيطلع الإنسولين. الإنسولين هيعمل إيه؟ الإنسولين هيكسر المركب الحلقي لأن ده شفرة المجاعة. إنسولين بيطلع بعد الأكل، والأكل لازم يكون كربوهيدرات، ما يكونش حاجة تانية، تمام؟ إنسولين طلع يبوظ الفانكشن بتاع 10 هرمونات أنتي إنسولين هرمون. الفانكشن إيه؟ طلوع السايكليك إم بي. يقول الجلوكاجون أنت صنعت لي سايكليك إم بي، هكسرهولك. مين اللي هيكسره؟ الإنسولين. الإنسولين هيكسر السايكليك إم بي عن طريق أنه بينشط إنزيم اسمه فوسفو داي إستريز. داي يعني اتنين، إستريز يعني بيكسر اتنين إستر بوند، يعني المركب الحلقي ده يحتوي على اتنين إستر بوند. إيز يعني هيدروليسيس، إيز فوسفو عشان عندي فوسفوريك أسيد، المركب فيه فوسفوريك أسيد. سايكليك إم بي يعني أدينوسين مونوفوسفيت، وعندي اتنين إستر بوند هيتكسروا وتتفتح الحلقة ويطلع لي 5 برايم أدينوسين مونوفوسفيت. 5 برايم يعني الكربونة رقم 5 في سكر الريبوز عليها فوسفوريك أسيد. اللي عاوز يعرف الفورميلا بتاع السايكليك ام بي او الفايف برايم ام بي يبص في الكتاب او في اي تكست بوك عشان يتفرج ويشوف هو فعلا ده مركب حلقي ولا لا. مين اللي نشط الفوسفو داي استريز؟ الانسولين. عشان كده قالك الانسولين بينقص السايكليك ام بي لان دي شفرة المجاعة. وانا كتبالك سايكليك ام بي is a code of fasting. انسولين decrease the code of fasting. هيشيل شفرة المجاعة عن طريق activation of phosphodiesterase، بينشط الإنزيم وبيصنعه اللي بيكسر الحلقة، بيفتح الحلقة، المركب الحلقي ده يتكسر. طيب المركب الحلقي ده أنا عاوزاه في إيه؟ هنط الحتة دي بس وأتكلم على glycogen synthase. glycogen synthase بيحصل له covalent modification. covalent يعني إيه؟ بربط عليه فوسفوريك أسيد بكوفيلنت بوند اللي هي الرابطة التساهمية، ونراجعها من كتاب ثانوي أو من الكتاب بتاع الكيمستري عشان نراجع يعني إيه كوفيلنت بوند. معظم الإنزيمز لما بربط عليها فوسفوريك أسيد بيتغير معدل النشاط بتاعها، يعني الأكتيفتي بتاع الإنزيم بيتغير. الإنزيمز اللي بتشتغل بعد الأكل، طبعا الجلايكوجين سينسيز ده بيخزن، زي ما بخزن فلوس بخزن جلوكوز، لازم بعد الأكل عندي فائض عن حاجة الجسم، بعد الأكل عندي إنسولين. جميع الإنزيمات اللي بتشتغل بعد الأكل في وجود الإنسولين، الصورة النشطة the active form is dephosphorylated، ليس عليها فوسفوريك أسيد، تمام؟ الجملة دي أنا كتباها في السلايدز. جميع الإنزيمات كله، مش الجلايكوجين سينسيز بس، بايروفيت كاينيز، بايروفيت دي هيدروجينيز، كل الإنزيمات اللي عدت عليا في الكربوهيدرات ميتابوليزم اللي بتشتغل بعد الأكل بيطلع إنسولين. The active form is dephosphorylated، ما عليهوش فوسفوريك أسيد، مرموز له برمز سمول A. العكس صحيح، جميع الإنزيمات اللي بتشتغل في المجاعة، في المجاعة بعد 8 ساعات 10 ساعات صيام ما فيش إنسولين في الدم، بيطلع الأنتي إنسولين هرمون. في المجاعة ما عنديش إنسولين، the active form is phosphorylated. طبعا الجلايكوجين سينسيز لما أربط عليه فوسفوريك أسيد هيبقى inactive لأن ده ما بيشتغلش في المجاعة. يبقى الإنزيمات اللي بتشتغل during fasting or starvation in the absence of insulin the active form is phosphorylated، الصورة النشطة عليها فوسفوريك أسيد، تمام؟ يبقى أنا عندي glycogen synthase بيشتغل بعد الأكل، الصورة النشطة A ليس عليها فوسفوريك أسيد، بقول عليها dephosphorylated. D يعني removal يعني delete، زي الكمبيوتر كده بنقول عليه delete، دلت يعني. The glycogen synthase the inactive form is phosphorylated. هو مين اللي بيحط الفوسفوريك أسيد؟ هي شفرة المجاعة. شفرة المجاعة
اللي هو سايكليك ام بي هينشط كايناز. خد بالك من كلمه كايناز ايه، هيعدي عليا بعد كده في الهرمونز في سنه تانيه في الموديول بتاع هرمون 209. كايناز بي، كايناز سي، كايناز دي، انا يهمني هنا كايناز ايه. كايناز يعني ايه؟ يعني كيميكال اكتيفيتور، منشط كيميائي. هو مش مقصود بيها منشط كيميائي، مقصود بيها بيتعامل مع الفوسفوريك اسيد. هو ده عباره عن ايه؟ عباره عن انزيم، والانزيم ار بروتين، يبقى بروتين كايناز A. هذا الكايناز زي هيكسوكايناز جلوكوكايناز معتمد اعتماد كلي تماما على وجود السايكليك ام بي. يعني معناها بروتين كايناز A ما بيشتغلش، is inactive in absence of cyclic AMP. ما عنديش cyclic AMP بروتين كايناز ما يشتغلش خالص. يطلع cyclic AMP يبتدي الكايناز يشتغل. هيشتغل يعمل ايه؟ هيربط فوسفوريك اسيد على اي انزيم، مش لازم جلايكوجين سينسيز، هنا كلامي على الجلايكوجين. طيب هو cyclic AMP طلع امتى؟ طلع في المجاعة، في جلوكاجون والإبينفرين، لأن أنا قلت جلوكاجون والإبينفرين بينشطوا الأدينايل سايكليز ويطلعوا المركب الحلقي اللي هو شفرة المجاعة. هينشط الكايناز A. الكايناز A هو طبعاً اسمه سايكليك AMP ديبندنت بروتين كايناز A، بس أنا بفسر الاسم. بروتين يعني إنزيم، كايناز A هو الإنزيم اسمه A عشان عندي B و C و D. هيربط الفوسفوريك أسيد على الجلايكوجين يخليه inactive. طب دي حاجة منطقية طبعا، لأن أنا دلوقتي في مجاعة ما عنديش كربوهيدرات، إزاي هخزن؟ لو أنا معيش فلوس إزاي هخزن في البنك؟ إزاي هحوش وأعمل مدخرات؟ يبقى ده نوع من أنواع الإدخار. طالما أنا عندي مجاعة يبقى مفيش كربوهيدرات في الدم، ما عنديش جلوكوز، ممنوع أصنع الجلايكوجين. تمام؟ طيب دلوقتي واحد كان مضرب عن الطعام أو تايه في الصحراء وقعد يومين ثلاثة ما بياكلش وبعدين أنقذوه ورجع، هيبتدي ياكل. أول ما يبتدي ياكل هيحصل إيه؟ الإنسولين هيطلع. الإنسولين هيشتغل على كذا محور. أول محور إنه هيكسر شفرة المجاعة السايكليك أم بي عن طريق تنشيط الفوسفوداي استريس. يبقى الإنسولين أول ما يطلع بعد الأكل هينقص السايكليك أم بي وينعدم السايكليك ام بي من الخليه. البروتين كاينيز يتوقف عن العمل لانه ديبندنت، معتمد على السايكليك ام بي. حاجه تانية، الانسولين هيشتغل هنا، هيجي يقول للجلوكاجون انت عملت ايه؟ ربطت فوسفوريك اسيد، انا هخرب لك اللي انت عملته. مش انت ربطت فوسفوريك اسيد، هشيله. في انزيم اسمه فوسفاتيز 1، بروتين يعني انزيم، لان all enzymes are protein. فوسفاتيز يعني هيدروليسيس، هيعمل هيدروليسيز يدخل ميه ويشيل الفوسفوريك اسيد. يعني كل الجلايكوجين سينسيز اللي جوه الخليه هيتم انتزاع الفوسفوريك اسيد، يتحول من الان اكتف فورم الى اكتف فورم. يعني الانسولين بينشط الجلايكوجين سينسيز، لان خلاص الانسولين طالع، انا بدات اكل. لو واحد تايه في الصحراء وتم انقاذه وبدا ياكل، واحد مضرب عن الطعام بدأ ياكل، الأكل 90% منه كربوهيدرات، هيطلع الإنسولين. فالإنسولين هينتزع الفوسفوريك أسيد من الجلايكوجين سينسيز، يحوله من الإنأكتف لأكتف فورم. ده as regard الكوفيلنت موديفيكيشن. طب أنا عندي أكتيفيشن بطريقة تانية؟ أو ألوستيريك أكتيفيشن، ألوستيريك إنهيبيشن، دي طريقة تانية غير الكوفيلنت موديفيكيشن، غير موضوع الفوسفوريك اسيد. اول حاجه، لو عندي المخازن اتملت، جلايكوجين بقى فيه اكسس والمخازن ليها طاقه استيعابيه كاباسيتي، عندي اكسس جلايكوجين، هعمل انهيبيشن للجلايكوجين سينسيز ايه، خلاص مش هنصنع، مش عايزين، المخازن اتملت مش هينفع اخزن. تاني حاجه، السايكليك ام بي لو طلع، طبعا دي شفره المجاعه، هيعمل انهيبيشن للفوسفاتيز 1 عشان يحافظ على الفوسفوريك اسيد مربوط على جلايكوجين سينسيز. مين اللي عمل الكلام ده؟ الجلوكاجون والابينفرين اللي هيزودوا السايكليك ام بي، هيعمل انهيبيشن لبروتين فوسفاتيز 1، بس دي الوستيريك ريجوليشن. طيب عندي اكسس جلوكوز 6 فوسفات، يعني ايه؟
يعني واحد بياخد كربوهيدرات كتيرة في الأكل، وأول خطوة في الجلايكوليسيس هي تحويل الجلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفيت، وكمية الجلوكوز أكتر من حاجة الجسم، فبتنشط الجلايكوجين سينسيز بي. خد بالك حتى وهو inactive الإكسس كربوهيدراتس in the diet هتنشط الإنactive جلايكوجين سينسيز عشان الفائض عن حاجة الجسم تتخزن في صورة جلايكوجين. طب الجروس هرمون وجلوكوكورتيكويدز دول أصلاً anti-insulin هرمون، دي حاجة غريبة. anti-insulin هرمون وحينشط الجلايكوجين سينسيز إزاي أقدر أفهمها؟ يعني دول طالعين في المجاعة، جروس هرمون وكورتيزون أو جلوكوكورتيكويدز مجموعة كبيرة جداً من الهرمونات طالعة من الأدرينال كورتكس، تمام؟ إزاي الهرمونات دي وهي anti-insulin هتنشط الجلايكوجين سينسيز؟ التفسير بتاعها إنها بتنشط عملية الجلوكونيوجينيسيس، بتصنع الجلوكوز from non-carbohydrate source. فلو تصنع كمية جلوكوز كبيرة أكتر من احتياجات الجسم جلوكوز 6 فوسفيت هتنشط الجلايكوجين سينسيز بي. يبقى التنشيط بيتم عن طريق جلوكوز 6 فوسفيت في حالة الجروس هرمون وجلوكوكورتيكويدز. طبعا الكلام ده كله مشروح in text، مش هتقدر تفهم الكلام اللي مكتوب غير لو عندك دياجرام قدامك، فالدياجرام بيفهم. طبعا ده شرح الكلام اللي انا قلته مش هعيده. الجلايكوجيناليسيس اللي هي تكسير الجلايكوجين، انا بكسر الجلايكوجين ليه؟ عشان اجيب جلوكوز. العضلات بتكسر الجلايكوجين during muscle exercise، مش في المجاعة كمان، during muscle exercise عشان تجيب جلوكوز to get energy during muscle contraction. خلاص؟ لو أنا صايم أقل من 18 ساعة في رمضان الجلايكوجين اللي متخزن في الليفر هيتكسر ونجيب البلاد جلوكوز. الخطوات قلنا مش عايزينها ولكن عايزين أسماء الإنزيمز. أول إنزيم اسمه فوسفورايليز، لازم أحفظ اسمه. طبعا أنا عندي أنواع كتيرة جدا من الإنزيمات اسمها فوسفورايليز، فعشان أميز الإنزيم ده بنسميه جلايكوجين فوسفورايليز، يعني الإنزيم المتخصص في الجلايكوجين، لأن عندي إنزيمات كتيرة جدا اسمها فوسفورايليزز. ده الكي إنزيم، ودايما أول إنزيم في الميتابوليك باثوي بيبقى كي إنزيم. دي حاجة شائعة، امشي كده على كل الميتابوليك باثويز اللي انت درستها السنة دي هتلاقي أول إنزيم هو الكي إنزيم. التاني اسمه جلوكان ترانسفيريز، التالت اسمه دي برانشينج إنزيم. طبعا اللي عنده وقت يقرأ الستبس، بس احنا بنختصر الموضوع، الستبس مش مهمة قوي، بس أنا يهمني أسماء الإنزيمز. الحاجة اللي تهمني بقى الريجوليشن. الريجوليشن هنا معقد شوية، ليه؟ لأن العضلات دخلت، يبقى في تصنيع الجلايكوجين العضلات مش خاضعة قوي للريجوليشن، إنما هنا في خضوع، العضلة محتاجة تكسر الجلايكوجين حتى لو أنا واكل وعندي إكسس كربوهيدراتس في الأكل وعندي إنسولين، برضو تكسير الجلايكوجين هيحصل لأن العضلة محتاجة جلوكوز لو بدأت أجري وأعمل ماسل إكسرسايز. أوكي؟ طيب نبص كده على الإنزيم اللي هو كي إنزيم اسمه جلايكوجين فوسفورايليز، هنا بي إنأكتف، جلايكوجين فوسفورايليز A أكتف. إيه اختصار أكتف؟ بي قال لك إحنا هنجيب الحرف اللي بعد الـ A، يعني مش هاخدها I. وكان في أسماء قديمة، أسماء قديمة غير الـ A والـ B بس هي اتلغت. ناخد بالنا من كلمة جلايكوجين فوسفورايليز، ده غير جلايكوجين سينسيز. أنا قلت قاعدة، الإنزيمات اللي بتشتغل في المجاعة في عدم وجود الإنسولين الصورة النشطة عليها فوسفوريك أسيد، تمام؟ لأن اللي بيربط الفوسفوريك أسيد هو شفرة المجاعة سايكليك إم بي. يبقى هنا ده أكتف فورم عكس جلايكوجين سينسيز. الأكتف فورم عليه كوفيلانت بايندينج أوف فوسفوريك أسيد، يعني فوسفوريك أسيد مربوط بربطة تساهمية. الإنأكتف فورم ليس عليه فوسفوريك أسيد. طب الريجوليشن هنا كمان في الأستيريك ريجوليشن، ده إعادة للي قلناه المرة اللي فاتت، إن جلوكاجون بيزود السايكليك AMP في خلال المجاعة عن طريق تنشيط الأدينايل سايكليز. في كلمة زيادة كده في الكتاب اسمها جي بروتين،
هندرسها في الهرمونز في الاندوكراين في موديول 209 في سنه تانية. ايه هو الجي بروتين؟ اللي عاوز يعرفها يبص عليها. تمام، الادينايل سايكليز اللي بيطلع المركب الحلقي اللي هو سايكليك ام بي اللي هو شفره المجاعه، والسايكليك ام بي ده بيتصنع في وجود جلوكاجون، ده المايسترو. ليه جلوكاجون هو الاساس؟ عشان هو ده اللي شغال على الليفر، والليفر هو العضو الرئيسي في الميتابوليزم. عكس الكلام، الانسولين بينقص شفره المجاعه، ديكريز سايكليك ام بي عن طريق تنشيط الفوسفوداي استريز. طبعا انا معلقه، الجلوكاجون بينشط عمليه الجلايكوجيناليسيس، الانسولين بينشط الجلايكوجينيسيس، واقدر استنتجها. انا بعد الاكل عندي اكسس كربوهيدرات هخزنها في شكل جلايكوجين. في المجاعه جلوكاجون بيطلع في المجاعه، انا محتاجه اكسر المخازن، انا معيش فلوس هسحب من المخزن بتاعي في البنك، جلايكوجينوليسيس. اوكي، طب نبص كده على الالوستيريك ريجوليشن. ايه الفرق بين الادينوسين ترايفوسفيت والادينوسين مونوفوسفيت في الخليه؟ ادينوسين تراي معناها عندي اكسس انرجي جوه الخليه، الطاقه جوه الخليه هي طاقه كيميائيه زي البطاريه بتاع الريموت كنترول. البطاريه اللي بحطها جوه الريموت كنترول اللي هي دراي باتري دي كيميكال انرجي، هي طاقه كيميائيه بتتحول الى طاقه كهربائيه. طب انا هنا عندي طاقه كيميائيه هتتحول لطاقه كهربائيه؟ طبعا الماسل كونتراكشن محتاجه ترانسميشن اوف نيرف امبلس، ودي كهربا ماشيه، دي الكتريكال امبلس. اكسس اي تي بي يعني عندي طاقه كتير، اكسس انرجي، انا مش محتاجه جلوكوز عشان احرقه، فبعمل انهيبيشن للجلايكوجيناليسيس. انا مش محتاجه جلوكوز، اعمل انهيبيشن للجلايكوجين فوسفورايليز. اذا انا اقدر استنتج الكلام ده في الامتحان حتى لو مش حافظه. عندي اكسس اي تي بي يعني طاقه كتيره، انا مش محتاجه جلوكوز، يبقى هعمل انهيبيشن للفوسفورايليز للجلايكوجيناليسيس، مش هكسر الجلايكوجين. طيب عندي اكسس جلوكوز 6 فوسفيت، يعني ايه جلوكوز 6 فوسفيت؟ يعني انا باكل وعندي كربوهيدرات وعندي جلوكوز تحول الى جلوكوز 6 فوسفيت، يبقى انا مش محتاجه اكسر الجلايكوجين. ما انا عندي جلوكوز جاي من الاكل، اكسر الجلايكوجين ليه؟ الجلوكوز برضو بيعمل انهيبيشن، الجلوكوز 6 فوسفيت بيعمل انهيبيشن، ده في الليفر والماسلز. اي ام بي معناها ايه؟ اي ام بي معناها ان الخليه فقيره في الطاقه، low energy status، ما عنديش طاقة. ليه؟ واحد جري، عمل ماتش جري كده، سباق جري، كل الأدينوسين ترايفوسفيت اللي في العضلات اتكسر إلى أدينوسين داي وبعدين مونو. مونو معناها كل الأدينوسين تراي اتكسر وتحول إلى مونو، معناها أنا محتاجة طاقة، هكسر الجلايكوجين عشان يديني جلوكوز وأحرقه وأجيب طاقة. هنا في low energy status معناها الخلية محتاجة energy need، هنشط الجلايكوجين فوسفورايليز. الجزء ده قلناه المره اللي فاتت في الجلايكوجين سينسيز، ان الانسولين هينتزع الفوسفوريك اسيد اللي موجود على الفوسفورايليز عن طريق تنشيط هيدروليتيك انزيم هيدروليسيس اسمه فوسفاتيز 1. ده معناها عندي فوسفاتيز 2، بس انا علي انا في المنهج بتاعي فوسفاتيز 1. طب الانسولين لما يطلع هيعمل ايه؟ هينتزع الفوسفوريك اسيد من الفوسفورايليز، هيحوله من الاكتيف للانكتيف. طب ليه؟ انسولين طالع، ما انا عندي جلوكوز في الاكل، ما هو مش هيطلع غير لو انا باكل كربوهيدرات، خلاص انا مش محتاجه اكسر الجلايكوجين، انا مش محتاجه جلايكوجين اكسره لان انا عندي جلوكوز جاي من الاكل، هاخد من المخازن بتاعتي ليه؟ خلاص اعمل انهيبيشن للفوسفورايليز. في المجاعه جلوكاجون ايبينفرين هيزود السايكليك ام بي، هيعمل انهيبيشن للفوسفاتيز 1 عشان يحافظ على الفوسفوريك اسيد ويحافظ على الفوسفورايليز في الاكتيف فورم. طب نبص على الصوره دي، هي الصوره دي صغيره شويه بس ممكن برضو نفهمها. نفس الجزء ده شرحته قبل كده، ولكن العضلات داخله هنا. الجلايكوجين فوسفورايليز عشان اربط عليه فوسفوريك اسيد ما بيشتغلش البروتين كاينيز ايه مباشره. يبقى في المره اللي فاتت وانا بصنع الجلايكوجين كان البروتين كاينيز A مباشرة بيربط الفوسفوريك أسيد على الإنزيم اللي بيصنع الجلايكوجين، لكن هنا لا، هنا عندي واسطة، الواسطة اسمها فوسفورايليز كاينيز، ده إنزيم وسيط intermediate، إنزيم متخصص. يعني متخصص؟
ما بيشتغلش إلا على الفوسفورايليز وعلى الجلايكوجين فوسفورايليز على وجه التحديد، لأن أنا قلت عندي أنواع كتيرة جدا من الفوسفورايليزز. يبقى الكايناز ده متخصص للجلايكوجين فوسفورايليز، عكس البروتين كايناز A ده إنزيم غير متخصص بيربط الفوسفوريك أسيد على 500 إنزيم آخر. خلاص؟ يبقى البروتين كايناز A غير متخصص non specific، الفوسفورايليز كايناز متخصص بيربط الفوسفوريك على الجلايكوجين فوسفورايليز. طب ليه ربنا خلق إنزيم وسيط؟ قالك عشان العضلات بتشتغل هنا، أنا بكسر الجلايكوجين during muscle contraction، أول ما ابتدي أعمل muscle contraction الكالسيوم يطلع في العضلات، يقوم يحول الفوسفورايليز كايناز الانأكتف إلى active form، تمام؟ هيحوله إلى صورة نشطة، هينشطه حتى كمان لو معلهوش فوسفوريك أسيد. يعني الفوسفورايليز كايناز هيشتغل غصب عن عينه سواء معاه فوسفوريك أو ماهوش فوسفوريك، لأن during muscle contraction لازم يطلع الجلوكوز عشان العضلة تعمل oxidation of glucose to get energy. واحد بدأ يجري، تمام؟ بدأ يجري خلاص لازم أكسر الجلايكوجين، هجيب جلوكوز منين؟ وعلى فكرة أنا شرحت في الكورس بتاع 105، اللي سمعوا معايا الكورس ده ارجع له في البلاي ليست بتاع 105، قلت العضلات ما بتاخدش جلوكوز من الدم، مش مسموح لها نهائي تاخد جلوكوز من الدم خالص، وشرحت ليه، تمام؟ العضلة أساسا بتاخد فاتي أسيدز من الدم، إنما لو بدأت أجري أنا محتاجة جلوكوز ضروري، لأن احتراق الجلوكوز أسرع من احتراق الفاتي أسيدز، بيجي من تكسير الجلايكوجين، تمام؟ عرفنا ليه في إنزيم وسيط انترميديت اللي هو الكايناز. الحاجة التانية Cyclic AMP Dependent Protein Kinase A هو نفسه بينشط الفوسفورايليز كايناز، يعني الفوسفورايليز كايناز ما يشتغلش إلا في وجود شفرة المجاعة Cyclic AMP، إلا في وجود الجلوكاجون. كل الكلام ده مش موجود لو أنا باكل طبيعي، لو أنا باكل وبانتظام فطار غدا عشاء وبعمل أشرب شاي وقهوة ونسكافيه طول النهار وحلويات، خلاص ما عنديش جلوكاجون في الدم ولا إبينفرين ولا كلام من ده، مستواه منخفض جدا، الإنسولين هو اللي عالي، وبالتالي ما عنديش سايكليك ام بي خالص لو بتاكل طبيعي. البروتين كاينيز A معتمد اعتماد كلي على شفرة المجاعة، سايكليك ام بي ديبندنت بروتين كاينيز A مش هيشتغل نهائي، الفوسفورايليز كاينيز مش هيشتغل نهائي طالما انا عندي انسولين وبعد الاكل، وبالتالي الجلايكوجين مش هيتكسر. ده الكلام ده فين؟ في جميع خلايا الجسم ما عدا العضلات، مش ما عدا العضلات، العضلات ملهاش دعوة، ملهاش دعوة خالص لا بالإنسولين ولا بالجلوكاجون، العضلات ليها دعوة بالكالسيوم والماسل كونتراكشن، ده وضع تاني. طيب أنا قلت دايما في أي ميتابوليك باثوي لو عندي مرض، المرض ده مهم جدا، وإحنا سهلناها لكم خالص، خدنا مرض واحد جلايكوجين ستوراج ديزيز، مجموعة أمراض كتيرة جدا حوالي 8 أمراض، خدنا مرض واحد بس. الجلايكوجين ستوراج ديزيز دايما دي جيناتيك ديزيز بيكون فيها ميوتيشن، ميوتيشن يعني طفرة وراثية في الجين اللي بيطلع الانزيمز بتاعة الجلايكوجينيسيس اللي هي تصنيع الجلايكوجين، او الجلايكوجيناليسيس تكسير الجلايكوجين، او الجلايكوليسيس دي زيادة كمان، يعني دخلوا جلايكوجين ستوراج ديزيز برضو في امراض الجلايكوليسيس. نتيجتها ايه؟ نتيجتها ان بعض اعضاء الجسم زي الليفر او الكيدني او الكاردياك ماسلز او السكيليتال ماسلز هتلاقي فيها كميات غير طبيعيه من الجلايكوجين، يعني كميه ضخمه جدا من الجلايكوجين هتخرب الليفر وتخرب الكيدني، او ابنورمال جلايكوجين. ابنورمال جلايكوجين يعني جلايكوجين ما هوش الشكل الطبيعي بتاعه، يعني جلايكوجين شاذ. خلاص ايه بالظبط اللي فيه مش علينا، لان احنا ما خدناش كل الجلايكوجين ستوراج ديزيز. اول مرض هنحفظ الاختصار بتاعه GSD1 Glycogen Storage Disease 1، يبقى انا هحفظ الاسم بالكامل، Glycogen خدنا كابتل G، Storage كابتل S، Disease كابتل D 1، لان عندي انواع كتيره جدا. طب الاسم التاني لازم اعرفه، ده الاسم التاني هو الاهم، وهو ده اللي هتدرسه في الكلينيكال لما توصل للاطفال والبطنة، هو معروف بالاسم التاني Von Jarck Disease، طبعا ده عالم ألماني
والكلمة دي بالألماني بتتنطق فون ياخ ديزيز، إنما إحنا هنقراها بالإنجليش فون جيرك ديزيز. إيه جينيتك ديفكت؟ ديفكت في الإنزيم اللي اسمه جلوكوز 6 فوسفاتيز. خد بالك في الامتحان بيبقى فيه لخبطة بين الجلوكوز 6 فوسفاتيز والجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز. جلوكوز 6 فوسفاتيز إيز يعني هيدروليسيس، يعني بينتزع الفوسفوريك أسيد من الكربونة رقم 6 من الجلوكوز ويحول الجلوكوز 6 فوسفات إلى جلوكوز، خلاص؟ يعني بيشيل الفوسفوريك أسيد من الجلوكوز، ودي آخر خطوة في تكسير الجلايكوجين. طب أنا لو ما عنديش الإنزيم ده هيحصل إيه؟ ما الإنزيم ده فيه ميوتيشن، الجلايكوجين مش هيتكسر، هيتجمع بكميات كبيرة جدا في الليفر والقاف الليفر والكيدني، كميته ضخمة جدا ويدمر الخلايا والأعضاء دي. طيب قبل ما يدمرهم هتبقى فيه مجموعة أعراض. أول عرض الهايبوغلايسيميا، ده جينيتك ديزيز. نسيت أقول جلوكوز 6 فوسفاتيز هيتلخبط مع جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز، قلته في المحاضرة اللي فاتت في الريفيجن، ده في مرض الفافيزم، ولازم أعرف التفسير الكيميائي الموليكولار بيزز بتاعة الفافيزم. الفافيزم مهم جدا في الامتحان في الإكسوز مونوفوسفيت باسوي، لأنه شائع جدا في البلاد المطلة على البحر المتوسط اللي هي أنيميا الفول. المرض ده جلوكوز 6 فوسفاتيز أقل شيوعا ولكن بيجي في الامتحان، مهم قوي. أول حاجة بيشتكي منها العيان ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن بيبي، طفل حديث الولادة لسه مولود، بيجي له هايبوغلايسيميا، لأن البيبي المولود المفروض إنه بيرضع كل ساعتين. ده بالذات بقى لازم ارضعه كل ساعة. ليه؟ ما عندوش جلايكوجيناليسيس، الجلايكوجين ما بيكسرش، لان اخر انزيم في عملية التكسير الجلوكوز 6 فوسفاتيز مش موجود. طب لو انا ما شلتش الفوسفوريك اسيد من على الجلوكوز هيحصل ايه؟ مش هيطلع من خلايا الكبد ولا يروح الدم، وبالتالي الطفل هيجيله هايبوغلايسيميا. هايبوغلايسيميا دي تعمل برين دامج عند البيبي. ما عنديش جلوكوز 6 فوسفاتيز، ما عنديش جلايكوجيناليسيس ولا جلوكونيوجينيسيس. نراجعها المحاضرة اللي فاتت، آخر خطوة في عملية الجلوكونيوجينيسيس هي جلوكوز 6 فوسفاتيز برضو. يبقى الإنزيم ده شغال في العمليتين، في جلايكوجيناليسيس والجلوكونيوجينيسيس. طب الجلوكوز 6 فوسفات لما يتجمع ويتراكم في الخلية هيمشي في الجلايكوليسيس ويتحول في النهاية إلى لاكتيك أسيد، يعمل لي لاكتيك أسيدوزيس، لأنه مش هيكمل في عملية جلوكونيوجينيسيس ولا هيمشي أي باثوي تاني، هيجي عند البايروفيك ويتحول للاكتيك أسيد، مش هيكمل في أي ميتابوليك باثوي. طب دي تعمل لي مشاكل؟ نشوف. طبعا أسيدوزيس في الدم هتعمل لي هايبريوريسيميا، اليوريك أسيد هيعلى. أسيدوزيس في الدم تمنع خروج اليوريك أسيد في اليورين، لاكتيك أسيد كومبيت يعني يتنافس مع اليوريك أسيد مع الفرينال إكسكريشن، فاليوريك أسيد هيعلى. حاجة تانية، الجلوكوز 6 فوسفات لما يتراكم اكتر من احتياجات الجسم هيروح داخل الهيكسوز مونوفوسفات باثوي، هيطلع لي ريبوز فوسفات اللي بيتحول الى PRPP، ريبوز بايرو فوسفات، يعني ريبوز فوسفات او فوسفو ريبوز بايرو فوسفات. طب ده لما يتراكم هيحصل ايه؟ الريبوز اللي عليه 3 فوسفوريك اسيد ده هيزود تصنيع البيورينز أكتر من احتياجات الجسم، تتحول إلى يوريك أسيد. يوريك أسيد لما يعلى هينزل في اليورين ويعمل لي حصاوي ومشاكل في الكيدني. طبعا لازم أكون ذاكرت الهيكسوز مونوفوسفيت باثوي وعرفت أن بدايتها جلوكوز 6 فوسفيت وبيطلع منها ريبوز اللي عليه 3 فوسفوريك أسيد، أدي واحدة بي وأدي 2 بي اللي بقول عليها بايروفوسفيت، ودي بتصنع البيورين بكميات ضخمة أكتر من احتياجات الجسم تتحول إلى يوريك أسيد. في 4 أعراض، ده العرض الرابع، السيمتوم الرابع، تراي جليسرايدز بتعلى في الدم أو تراي أسايل جليسروليميا، إيميا يعني دم، حاجة عالية في الدم. أنا ما عنديش جلوكوز في الدم، في هايبوغلايسيميا، تبتدي يحصل لايبوليسيس، الفاتي أسيدز تعلى في الدم، والفاتي أسيدز تعلى في الدم بكميات كبيرة جدا تروح للليفر يحولها إلى Very Low Density Lipoproteins اللي هي الـ Particles المحملة بالتراي أسايل جليسرول.
ترايجليسرايدز ليها مشاكل ومضاعفات هناخدها في الليبيد ميتابوليزم. تمام، الجلوكوز 6 فوسفيت اكتر من احتياجات الجسم، يتجه كمان ناحيه تصنيع التراي اسايل جليسرول. ده ينهي موضوع الجلايكوجين. طبعا انا حدي على طول محاضره تانية دلوقتي للاسسمنت، بس انا ما بقولش الاجابه ليه، انت لازم تبتدي تذاكر، بعد ما نذاكر نحل الاسئله وبعدين هبعت انا الموديل انسر. في ناس سالوني الشورت ايسي كويشن انت مش عامله لها حل، لان انا لو عملت لها حل يبقى انا بالف كتاب نظري تاني، لانها كتيره جدا وكلها اسئله مباشره والاجابه بتاعتها مباشره في الكتاب وفي الهاند اوت. اللي عنده اي مشكله يبعت على التليجرام السؤال بتاعه وانا هرد